السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أحباتنا الكرام في قناتكم العربية المختصة في عالم التقنية وربح المال من الإنترنت. اليوم إخواني الكرام سوف نقوم بشرح إحدى الطرق المجانية التي سنربح منها مجانا وسنسحب منها فورا بدون أي شيء مجانا وفورا. ما الذي سوف نشرح اليوم؟ سوف نشرح اليوم تطبيق. هذا التطبيق عبارة عن تطبيق لتخزين العملات الرقمية. إذا قمنا بتحميل التطبيق ووضع الرمز الذي سأعطيك إياه في التطبيق سوف تقوم بربع عملة DAI. هذه العملة سعرها 1 دولار في الماركت كاب، موجودة في المنصات، موجودة في عدة منصات. فإذا أنت قمت بوضع الرمز الذي سأعطيك إياه ستربح منها مجانا 1 دولار، وبإمكانك أن تسحب هذه 1 دولار مجانا وتحويلها إلى الدولار وتحويلها إلى بايبال باير على حسب التي تريد، أي عملة البيتكوين، أي شيء تريده أنت. إخواني الكرام، وأيضا بإمكانك أن تربح عن كل صديق تقوم بدعوتي 1 دولار نفس الشيء. فلذلك قم باستغلال هذه الفترة قبل أن يقوم التطبيق بتقليل القيمة التي يعطيك إياها ويعطيها لكل صديق تقوم بدعوته، فتابعوا معنا الشرح. إخواني الكرام، بعد الولوج إلى الرابط الأسفل الفيديو تقوم بالضغط على نسخ في هذا المكان، نسخ الكود، هذا رمز الكود سيظهر أمامكم، ثم في تحت الخانة تضغط على داونلود لتحميل التطبيق. سينقلك الموقع، بعد الضغط على داونلود في هذا المكان تضغط على داونلود سينقلك الموقع إلى هذه الصفحة. بإمكانك تحميل التطبيق عن طريق أب ستور للآيفون في هذا المكان أو عن طريق جوجل بلاي للجوال بنظام الأندرويد. سينقلك إلى جوجل بلاي، تضغط على انستول وتحميل التطبيق. تقوم بتحميل التطبيق، بإمكانك تحميل التطبيق عن طريق جوجل بلاي، اسم التطبيق إكسوالت. أنت تقوم بتحميل التطبيق، وبعد تحميل التطبيق سننتقل مباشرة إلى التطبيق. تقوم بفتح التطبيق، تقوم بالتسجيل عن طريق الضغط على ساجنة في هذا المكان، وسينقلك إلى هذه الخانة أو هذه الصفحة. بإمكانك التسجيل عن طريق الإيميل الخاص بك أو عن طريق الهاتف، رقم الهاتف أو رقم الجوال الخاص بك، سأشرح لكم عن طريق الهاتف. تقوم في هذا المكان باختيار الدولة الخاصة بك، تقوم باختبار مصر، إيجيبت، يمن، أي دولة أخرى، ثم تقوم في هذا المكان بوضع الرقم الخاص بك. الخانة التي بعدها تقوم بوضع باسورد مكون من 8 أرقام، حروف صغيرة وكبيرة وأرقام إنجليزية. في الخانة التي بعد الخطوة الثانية، هذه الخانة أنت تقوم بوضع الباسورد الخاص بك. أما هذه الخطوة تقوم بوضع باسورد مكون من 6 أرقام. إذا قمت، إذا أردت أن تقوم بالسحب سيقول لك الموقع أعطني هذه 6 أرقام. هذا الباسورد مختلف عن الباسورد التي ستقوم بتسجيل الدخول. ثم تضغط في هذا المكان على سينت لإرسال لك رسالة مكونة فيها من 4 حروف، تقوم بوضعها في هذا المكان، سيقوم بإرسال لك عن طريق الهاتف. إذا قمت بالتسجيل عن طريق الهاتف سيرسل إلى رقم الهاتف، إذا قمت عن طريق الإيميل سيرسل مباشرة إلى الإيميل الخاص بك. تقوم بوضعها ثم تضغط على كونفيرم، وهكذا أنت قمت بالتسجيل. سنقلك مباشرة إلى هذه الصفحة، تقوم في الخانة الأولى تضغط على، ثم تختار صورة في الخانة الأولى، ثم الخانة الثانية تضع الاسم الخاص بك في هذه الخانة. طبعا هذا ستنتقل صفحة بعد التسجيل، بعد ما تقوم بالتسجيل. ثم الخانة الثالثة تضغط، يجب أن تقوم بوضع هذه المعلومات في الخانة الثالثة. نقوم بالضغط على الخانة الثالثة، عفوا، نقوم بالضغط على الخانة الثالثة ونختار ميل أو فيميل، أي يعني ذكر أو أنثى. نختار الخانة الأولى في ميل، أي بمعنى ذكر. نضغط على أوكي، ثم نضغط في الخانة الزرقاء سيف، أي حفظ المعلومات. وبعد حفظ المعلومات هذه سينقلنا مباشرة إلى التطبيق. ستظهر لنا هذه الخانة، سيقول لنا اختر لغتك، فأنت تختار اللغة العربية، تضغط على حسنا. ثم بعد الضغط على حسنا تقوم بإضافة هذه العملات. هذه العملات هي العملة التي سنربح منها، عملة DAI. هذه العملة التي سنربح منها نقوم بإضافتها، نضغط على صاع على علامة الزائد وستضاف مباشرة، ونقوم بإضافة العملة هذه من زائد. ثم نضغط على دن بهذا، نضغط على دن، علامة الأسود هذا، نضغط على دن، أي تم الحفظ. لماذا نقوم بإضافتها؟ نقوم بإضافتها حتى نربح منها، لأن هذه العملة التي سنربح منها. إخواني الكرام، إذا لم تظهر لك صفحة الإضافة في المرة الأولى تقوم بالولوج إلى هذه الخانة، خانة الوالد، ثم في هذا المكان الزائد تضغط على إضافة،
وتقوم بإضافة الدي آي إذا لم تظهر لك الخانة في المرة أو الصفحة في التي قمنا بإضافة العملة منها المرة الأولى، نقوم بإضافتها من هذا المكان ثم نضغط على هذه الخانة. أنا لن يظهر أمامي بالعلامة الأسود لأن قمت بإضافتها سابقا. ثم ننتقل بعد ذلك كما تشاهدون أنا لدي واحد من هذه العملة، واحد من هذه العملة يساوي $1. هذه العملة كما قلنا موجودة في منصات. وبعد ذلك كيف أنت تقوم بالربح؟ تقوم بالذهاب إلى هذه الخانة، خانة الكارفينال أو هذا، ثم نقوم بالضغط على هذه الخانة، خانة الريدم اللي تحت انفيت فريند، ثم نقوم بوضع هذا الرمز، هذا الرمز 1SCL، نقوم بوضعه في هذا الخانة. يجب أن تقوم بوضع، لماذا؟ لأنك إذا لم تقوم بوضع لن يعطيك واحد من العملة، لن يعطيك $1 من العملة. لذلك يجب أن تقوم بوضع في هذا المكان ثم تضغط على ريدم، وهكذا أنت حصلت على $1. بإمكانك أن تسحب $1 مجانا. أما إذا أردت أن تقوم بدعوة أصدقائك فتضغط على Infinite Friend لهذا المكان، تقوم بضغط على Infinite Friend وتقوم بنسخ، تضغط على Infinite Friend سيظهر لك الرابط الخاص بك، تقوم بدعوة أصدقائك وستحصل على $1 لكل صديق. بإمكانك سحبها مباشرة. كيفية السحب سأريكم طريقة السحب مباشرة. كل ما عليكم أن تقوم بجلب عنوان العملة من المنصة ثم تضغط في هذا المكان كما تشاهدون، تضغط على ترانسفير. بعد الضغط على ترانسفير مباشرة أنت تقوم بسحبها، تضغط على تضع العنوان وهكذا قمت بسحبها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.